هذا ارتفاع الطائرة الآن 34,000 قدم. اللي يشوفها الآن هنا مدينة جدة، هذه مدينة جدة، وهذه هنا مكة المكرمة، الله يشرفها إن شاء الله، الحرم، واللي هناك في الأخير الطائف، هذيك الطائف. فنراها إحنا هنا من الجو كأنها قرية واحدة، حارة واحدة، هذه مكة الله يشرفها. طبعا احنا نطير من خارج حدود الحرم وليس في حدود الحرم. جدة زي ما انتم شايفين الآن، هذه جدة على ارتفاع 34,000 قدم. طبعا في طريق العودة من الخرطوم إلى الرياض، طبعا هذه جدة، طريق جدة مكة، هذه مكة. إن شاء الله الرؤية تكون جيدة الآن، وأحاول إني أصور مكة عن قرب، واللي هناك في الأخير الطائف زي ما أنتم شايفين. الآن من الفجر بدأ يتنفس، فسبحان الخالق العظيم. هذه جدة، مكة، طائف. أتينا حفاة قاصدين الشوق القديم إلى الصفا وفاق.
الآن تجاوزنا مكة وهذا الطريق مؤدي إلى الهدى، وهذا الطائف وهذا الحوية زي ما انتم شايفين، يعني بين الطائف وبين مكة المسافة من الجو تبان قصيرة. يعني أتمنى بإذن الله أنه السنابات هذه تحوز على رضاكم واستحسانكم، وأشكر الأخوان المراقبين الجويين اللي أعطوني فرصة بالمرور بجانب المنطقة المحظورة لبيت الله الحرام. على فكرة كثير يقولوا ليش ما نطير على مكة، فيها أثر مغناطيسي، الكلام هذا الكثير اللي نسمعه دائما. الأمر ما فيه هو تقديرا حماية لبيت الله الحرام واحترام وقدسية لا أقل ولا أكثر. حمى الله بلادنا إن شاء الله من كيد كل حاسد. منظر الصباح جدا جميل.